طيب أعطوني فيديو للأستاذ القدير محمد عبده. ويسعدني كمان رحب اليوم الفنان الأستاذ الكبير لعطى وبعض عم بيعطي الأستاذ محمد عبده وجميع الفنانين، أهلا وسهلا فيكم جميعا. أول شيء، كيف هي العلاقة بفنان العرب الأستاذ محمد عبده؟ هل دعمك له دور في المجال؟ ماذا يعني لك محمد عبده؟ وش تقول له؟ يعني لي؟ يعني قد ما حكيت لإلي ولغيري من الفنانين، مدرسي بالأخلاق، مدرسي بالفن، مدرسي بالألوان. ما شاء الله صاروا 50 سنة بغني إذا مش أكثر، الله يطول بعمره. كلنا تعلمنا منه، كلنا يعني شفت تواضع. هيدا الفن، الفن أخلاق، الفن احترام. يعني جاي يحضر فناني هون مبتدئة، كنت يمكن أول حفلاتي هذا قبل كم سنة؟ والله ما بتذكر، يمكن 96 أو 97، يعني بتقول 21 سنة إذا مش أكتر. فتخيل قاعد عم بيحضر فناني مبتدئة، بالإضافة طبعا لمثلا محمد العزبي كمان، ما بدنا نحن بس نتشعب، بس كمان لما ركبت أغنية جرح الحبيب قاعد معي بالاستديو عم بيقول لي اعملي هيك واعملي هيك. استاذ وديع الصافي كذلك الامر. هاي الفن، يتعلموا بعض الناس من الفن. الفن مش سوري طلعت انا حكيت وطلعت سبيت فلان وطلعت زميت بفلان وانا بدي اعمل بروباغندا وانا بدي اجيب فولورز وانا. طيب. هاي الفن.